هذا وأجرى موفد التلفزيون المصري يوسف عابدين لقاء خاصا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، قمة التنفيذ من هنا من مدينة السلام من مدينة شرم الشيخ. والأيام الموضوعية، وبما أننا نتحدث عن الطاقة أحد أكثر القطاعات المسببة للانبعاثات الحرارية، فكان من الضروري أن تأخذ نصيبا وافرا من الحديث في جميع الأيام والموضوعات والجلسات التي تناولت موضوعات التغير المناخي. وفي هذا الإطار يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. سعادة الوزير، بنرحب بحضرتك معنا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية، الطاقة المتجددة كلمة أو عنوان تم تناوله كثيرا في الجلسات، ما تم إنجازه حتى الآن على أرض الواقع من خلال COP27 ومذكرات التفاهم التي تحولت إلى مشروعات واتفاقيات بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك لمست موضوع هام جدا، وكان امبارح أيضا هو يوم الطاقة في المؤتمر. طبعا احنا مهتمين جدا بالطاقة المتجددة، وعندنا الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء ان احنا نصل الى حوالي 42% من الطاقة المنتجة تبقى من الطاقة المتجددة، وده على سنة 2035. واحنا بنعيد النظر ايضا في هذه الاستراتيجية عشان نكتر هذه النسبة وحتى نخفض زمن التنفيذ النهائي بتاعها. أقول لحضرتك يعني برضو احنا وقعنا مجموعة من المشروعات، هي مش مذكرات تفاهم وإنها اتفاقات إطارية. حتى الآن حوالي 9 مشروعات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأقصد بالهيدروجين الأخضر إن هو هيدروجين بيأتي عن تحليل الكهربي للمياه، والكهرباء اللي بتستخدمها دي جاية من طاقة متجددة، سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية أو الاثنين مع بعض. احنا فعلا واحنا العمليه دي داخله بقى في دور التنفيذ الفعلي، ويمكن ابتدينا نحط خطط زمنيه لهذا الامر قبل ان نوقع حتى الاتفاقات الاطاريه، واعتقد ان الكلام ده هيبتدي يدخل في حيز التنفيذ بمنتهى السرعه. ايضا احنا وقعنا برضو مجموعه من مذكرات تفاهم من اسبوع قبل الان لطاقات متجدده في حدود 28,000 ميجا وات، رقم كبير جدا جدا. والحمد لله برضو اللي وقعنا هذا الكلام مش مجرد توقيع وخلاص، وانما في جداول زمنيه وفي التزام بالتنفيذ في مواعيد محدده، وان شاء الله نقدر ندخل هذه القدرات في زمن قريب. زمن قريب مش معناها سنه واثنين، يعني لا بنتكلم يعني في خطه زمنيه، مده زمنيه 3 سنوات حاجه بالشكل ده، 4 سنوات، لكن بتدخل برضو لانه في قياسات بتؤخذ في الاول، يعني في مجموعه من الترتيبات الفنيه اللي بتؤخذ في الاول قبل ان احنا نبدا في التنفيذ الفعلي، لكن بيبقى يتعمل اوردر، يتعمل لشراء المعدات في ذلك الوقت ان شاء الله. نائب رئيس المفوضيه الاوروبيه موجود وتحدث بالامس عن توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي في اطار الطاقه المتجدده، الى اي مدى وصل هذا الامر؟ والله يا فندم احنا حتى النهارده كنا بنوقع حاجه بالشكل ده فعلا، لانه يعني في تعاون كبير جدا ما بين الاتحاد الاوروبي وجمهوريه مصر العربيه في هذا المجال، ويمكن حتى الدكتوره رانيا المشاط كان زاعمه مشروع نوفي او مبادره نوفي، وهي بتعتمد بدرجه كبيره جدا على ادخال طاقات متجدده، والاتحاد الاوروبي بيقدر يدي مجموعه من يعني لحضرتك التمويلات أسعار مخفضة جدا في هذا المجال. ويعني الحمد لله احنا بنحمد ربنا على حاجة، مش مجرد ان احنا بنوقع وخلاص يا فندم. احنا عادتنا دايما ان احنا بنحط خطط زمنية، والخطط يعني دقيقة بحيث ان هي ما تاخدش وقت أكتر مما يجب، وما تاخدش وقت أقل مما يجب برضه، وبتدخل في حيز التنفيذ بإذن الله. قبل الحديث عن القارة الأفريقية واللي مصر بتتكلم باسمها في هذه القمة، اليوم يوم التنوع البيولوجي، هناك ارتباط وثيق ما بين الطاقة والتنوع البيولوجي. بعض الدول التي تحاول العودة مرة أخرى إلى الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل الحديث عن وجوب الوفاء بالتزاماتها نحو مشروعات الطاقة المتجددة، كيف يمكن الربط بين هذين الأمرين؟ وتحديدا كان هناك نموذج تم طرحه اليوم، نموذج محطة الضبعة النووية. أنا أقول لحضرتك برضو حاجة مهمة جدا، يمكن على المشروعات اللي هي الجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر، وده الهيدروجين المتجدد، أقول لحضرتك إحنا في مشروع فعلا
اتنفذ في مصر في خلال الست اشهر الماضيه. ما هوش في شرم الشيخ. شرم الشيخ احنا عندنا في محطه شرم الشيخ اللي بتغذي الكهرباء للمدينه بالكامل الشركه المصنعه اتفقنا معاها وعملت تعديل في المحطه بحيث يسمح بعمل خليط ما بين الهيدروجين والغاز الطبيعي، ويمكن ده تطبيق حي لأول مشروع يتم تنفيذه فعلا في هذا النوع. وديت يعني برضو وبقول لك وانا كنت في المحطة من حوالي 3 ايام تقريبا وشفنا المحطة شغالة وزملائنا العاملين في المجال متمرنين كويس قوي، وطبعا لان هي طبعا حاجة جديدة علينا، ولكن اقول لحضرتك يعني بيعملوها بكفاءة على درجة يعني على درجة عليها من الكفاءة والنجاح الحمد لله. نتحول للقارة الأفريقية. مصر مسؤولة عن الحديث عن القارة الأفريقية وتوفير الطاقة ل 600 مليون مواطن أفريقي، ماذا تم في هذا الإطار؟ والله أنا مش مشترك بصراحة مع حضرتك في عمليات المفاوضات ديت، لكن أنا أقول لسيادتك حاجة، إحنا مهتمين جدا بالطاقة بالأفريقيا لأن إحنا جزء من هذه، ويمكن أقول لحضرتك يمكن مثال لهذا إن إحنا جميع دول الجوار سواء كان الجنوب في السودان، الأرغب الغرب في ليبيا، الأردن في الشرق، إحنا عاملين عملية ربط كهربي، وإحنا أيضا بنعزز من هذا الربط وبنطمح دائما أبدا إلى زيادته. طبعا حتى برضو بالإضافة لكده يمكن أحب برضو أقول حاجة مهمة قوي، إن هو هناك مشروع قائم في الوقت الحالي في محيز التنفيذ اللي هو الربط مع الدولة المملكة العربية السعودية، وده مشروع كبير قوي لانه يستطيع تبادل طاقه تصل الى 3000 ميجا وات. المشروع ابتدى في التنفيذ فعلا ولفتره ان شاء الله قريبه من الزمن هيبتدي يتم عمليه هذا الربط، يبتدي عمليه تبادل الطاقه بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه. باقي لي سؤالين سعاده الوزير لو سمحت لي. السؤال الاولاني بيتحدث عن مجموعات التيسير في المفاوضات فيما يتعلق بمجال الطاقه، هل هناك اي معوقات تواجه هذه المجموعات؟ والله يا فندم احنا طبعا لا زال النتائج ما خرجتش الى حيز الوجود، وزي ما بقول لسيادتك انا مش جزء من هذه المباحثات، لكن اقول لحضرتك احنا بنسعى دائما لخير الطاقه في وخير الدول الافريقيه، وباخذ في الاعتبار ايضا الامور الخاصه والطبيعه الخاصه للدول الافريقيه في هذا الامر. عودة إلى فعاليات اليوم عن التنوع البيولوجي، وحضرتك أكيد شاركت النهاردة في جلسة. لا أنا لا ما يعني ما زلت العالم ينظر الآن إلى قمة كوب 27 في مجال التنوع البيولوجي للخروج بنتائج ملموسة، كما تم الخروج في اتفاقية باريس بقرارات وتوصيات فيما يتعلق بتغير المناخ. والله يا فندم انا اعتقد ان احنا لابد ان ننتظر حتى انتهاء كل هذه المداولات، واعتقد ان هي في خلال ايام قليله، وانا شخصيا بقول لك مش مشترك فيها، فانا مش على علم بما يدور في الغرف المغلقه ديت في الاماكن التي يتم فيها هذه المباحثات، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونصل الى ما تصب اليه القاره الافريقيه والعالم كله باذن الله ان شاء الله. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده المصري، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء. اشكرك يا فندم. شكرا معالي الوزير، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا المستمرة لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 قمة التنفيذ. من هنا من شرم الشيخ، فابقوا معنا.